مش حابب توصل اليوم احنا خلي ينظرون علينا كابنائهم في ظل هذا الخطر الوبائي. يعني 1500 مهندس معرضين للخطر اليوم بالشارع، قد يكون احد القوات الامنيه يصير سجال وهذا الشيء وارد ويتحول، بالرغم من سلميتنا والتزامنا. فمناشدتنا ان ينظرون للمهندس وينطوه حقه بالتعيين. الله يحفظك يا رب، شكرا جزيلا. السلام عليكم، شلونك يمه؟ شلون صحتك؟ الله يوم تضاء مهندسه؟ لا والله مو مهندسه، بس هاي خطيه تعبت جايه ويا بنتك، ويا ما تعبنا عليهم ويا ما مديناهم. تعبتي عليهم يمه؟ اي والله، دراستها وفلوسها ومصرفها، وريد الله والحسين تنوع لهم. الله يكون بعونك. اي والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هنا خروجك وخروج والدتك وياك اليوم. اي والله، يعني الامر صعب والله. صعب، والجو وباء وهذا الظرف الصعب. هاي الشريحة المهندسين المهمشة من 2003 لحد الان، احنا اكثر شريحة مظلومة. المهندس سعب، انا وحدة مننا صار 12 سنة خريجة، 12 سنة مع السنة خريجة 12 سنة، يو فلوس او واسطة، انا لا هاي عدي ولا هاي عدي، لعد وين نروح؟ قطع خاص ماكو، لعد وين نشتغل؟ المهندس وين؟ ظلت تتكدس وجبات وجبات إضافة إلى الكليات وتخرج، يعني بعد وين نروح إحنا؟ وين إحنا راح نفترش الطريق؟ يعني ما عندنا، يعني اللي عندها أطفال واللي عندها إيجار واللي، يعني وضعنا جدا صعب. خلي الحكومة تنظر لهاي الشريحة هاي المظلومة.